المساهمات. كشف وكيل وزارة المالية الاتحادية مسعود حيدر عن أسباب تأخر إقرار الموازنة المالية في مجلس النواب العراقي، وبين في مؤتمر صحفي عقده في محافظة النجف الأشرف وحضرته قناة زاكروس بعض الأسباب الفنية وأخرى تتعلق بالجانب السياسي المتعلق باختلاف الفرقاء السياسيين، واصفا إياها بأنها موازنة تقليدية وهي لا تنسجم مع الموازنات الحديثة التي تعتمد على موازنة البنود. تسليط الضوء على الموازنة والوضع الاقتصادي بشكل عام للدولة العراقية، بالإضافة إلى أنه لكوني عندي خلفية سياسية تم التركيز على الجانب السياسي فيما يتعلق بالوضع العراقي بشكل عام بما فيها العلاقات بين الإقليم وبغداد. وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الموازنة المالية سيتم معالجتها في ضوء التفاهمات السياسية التي سبقت تأليف الحكومة، إضافة إلى المرجعيات القانونية والدستورية. مع الأسف يعني بعض الإخوة غيروا من النصوص المتعلقة بإقليم كردستان، وهذا يتنافى مع المنهاج الحكومي اللي صوت عليه مجلس النواب العراقي وفوض الحكومة بمعالجة كل إشكاليات العراق بما فيها الإشكالية الاقتصادية مع إقليم كردستان. يعني حسب معلوماتي أنه النصوص الحكومية سيتم الالتزام به ومتفق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة بما فيها الإخوة في الإطار التنسيقي. ويرى مراقبون إن التحديات التي تواجه القطاعات المالية في وزارة المالية في العراق هي استمرار استنساخ الموازنات والمشروعات المالية للحكومات السابقة وتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، إضافة إلى عدم تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تي في.